أما مجلة النادي الأهلي فاتكلمت في موضوع مهم جدا وقالت إن شهر فبراير ده هو أقل شهور السنة من ناحية عدد الأيام، فهو طبعا 28 يوم بس. النادي الأهلي هيلعب خلال ال 28 يوم دول 6 مباريات في بطولة الدوري واثنين في أفريقيا. هيكون شهر فبراير الحالي من أخطر شهور السنة بالنسبة للنادي الأهلي لأنه نادي القرن بعد تحسن النتائج والأداء وبعد صفقات شهور السنة دي طبعا الجديدة اللي اتعملت بالملايين وبعد جهاز فني جديد بيتطلع أكيد للمنافسة على بطولة الدوري المفضلة للاعبين ولإدارته وعشاقه في كل مكان مهما كانت الظروف الصعبة والمعقدة بالنسبة للنادي الأهلي. أكيد النادي الأهلي يقدر يرجع أقوى ومفيش شك أن تعادل نادي الزمالك كمان مع بيراميدز 3-3 فتح الطريق قدام النادي الأهلي بأمل كبير أن هو يحقق أهدافه. النادي الأهلي في بطولة الدوري ليه 4 ماتشات متأجلة عن بيراميدز وبينهم 6 نقط طبعا فرق لصالح بيراميدز واللي معاه 39 نقطة من 20 مباراة. النادي الأهلي عنده 33 نقطة من 16 مباراة. معنى ده أن النادي الأهلي بمؤجلاته ما ينفعش يفرط في نقطة واحدة عشان يصعد للمركز الثاني وبرصيد 6 نقط أكتر من بيراميدز لحد طبعا معاد مباراة الفريقين في نهاية شهر فبراير الحاسم. ومن هنا بتيجي طبعا خطورة مباريات شهر فبراير. أما بالنسبة لنادي الزمالك فبعد ما فاز الفريق الأهلي والزمالك في الجولة العشرين النادي الأهلي فاز على وادي دجلة وكمان الزمالك فاز على المقصة فالنادي الأهلي بيقل عن نادي الزمالك ب 12 نقطة. النادي الأهلي عنده ماتشين أقل من نادي الزمالك يعني فوز النادي الأهلي بالمباراتين دول هيقلل الفرق ما بين الأهلي والزمالك لست نقط لمصلحة أكيد نادي الزمالك وطبعا أكيد هيستمر حصد النقط لحد مباراة الفريقين اللي هتكون يوم 30 مارس اللي جاي. من هنا بقى وجب على النادي الأهلي ان هو ما يفرطش في أي نقطة ولا نقطة واحدة عشان يقدر يلحق نادي الزمالك وبعد كده يكون طبعا لكل حادث حديد. كمان على المستوى الأفريقي النادي الأهلي لعب قدام سيمبا فاز 5-0 وبعدها يسافر وهيلعبه في تنزانيا وبكده النادي الأهلي بيلعب خلال شهر فبراير 8 ماتشات في 26 يوم بس بواقع كل 3 أيام ونص في مباراة للنادي الأهلي بما فيهم طبعا السفر لدار السلام لمواجهة سيمبا بره أرض النادي الأهلي.